بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا بس في عندنا تقريبا 2 او 3 سلايدز تكمل البنسلين، واول موضوع اللي هو الالرجي، يعني الالرجي تو بنسلين. وبنسمع احنا كثير انه في ناس والله الرجيك للبنسلين، عندهم تحسس او حساسيه بنسلين. طبعا بليف ات اور نوت، المركبات الحاليه موجوده بالأسواق يعني من النوادر يصير عليها تحسس. يعني حتى المريض اللي عنده حساسية بنسلين لو أخذ الأموكسيسيلين والأمبسيلين وهاي الشغلات، يعني حتى لو معه تحسس احتمال كبير ما ينصاب أو ما يصير عنده أليرجي. طبعا ليش؟ الفكرة وين؟ الفكرة بالبيوريتي of the available drugs in the market. الالرجي it's all about the impurities that found in penicillin rather than the penicillin themselves. شو يعني؟ طبعا انا لما اخذ انزيم from outside، او زي ما بتعرفوا لما الواحد يصير عنده مثلا تيشو ترانسبلانتيشن، على طول الجسم بيميز هذا الجسم الغريب على انه ايش؟ مين بيعرف؟ على انه انتيجين. بالضبط. And we are talking about a large structure. يعني واحد اخذ يعني مثلا درج معين، يعني نادر ما يصير في عندي تحسس لانه الدرج it's a very small molecule. وين بتصير الحساسية ضد البنسلين؟ حساسية ضد البنسلين بتصير لما البنسلين، ركزوا معي، البنسلين يرتبط في البروتين. ومين اللي هاي الشغلة كنا نلاحظها بالناتشرال بنسلين وبالسيمي سينثيتك بنسلين. يعني بمعنى آخر البروتين هذا مش بروتين الجسم تبعي، اللي انا اخذت البنسلين صار عندي كومبلكسيشن مع البروتين داخل الجسم. هذا الكومبلكس اللي تكون هو اللي بتعرف عليه جسمي على انه ايش؟ انتيجينك. انتيجين. في معظم الكتب بتحكي انه هذا البروتين هو عبارة عن بروتين من الفنجاي جاي. من وين؟ من الفنجاي. يعني بمعنى آخر البنسلين اللي أنا فصلته للأسف الشديد فصلت معه بنسلين مربوط بإيش؟ في البروتين تبع مين؟ الجسم تبع الفنجاي. واضح؟ إذن بنسلين فصلته من الفنجاي، بس لأنه البيوريفيكيشن تكنيكس تبعتي مش 100% دقيقة، فصلت معه إيش؟ بنسلين in complex with what هيو؟ in complex with protein. اوكي، هذا اللي بنسميه الانتيجينيك بارت. مفهوم شباب؟ واضح الفكره؟ طبعا الاحتماليه قليله انه البنسلين ترتبط في بروتين داخل جسمنا ويصير عندي هذا الكومبلكس. عشان هيك حكينا in nowadays the available products اللي موجودة من البنسلين they are pure enough، فنادر ما تلاقي فيهم هذا الهابتن أو اللي هو الcomplex with الفنجل البروتين. وضحت الصورة شباب؟ دكتور وضحت؟ طبعاً هنا ما تركزوش على الـ PSA اللي هو البوفاين سيرم ألبيومين. هنا أحياناً الهابتن نفسه بيرتبط على البوفاين اللي هو مثلاً البروتين تبع الكاو، الدم اللي بالكاو، وبصير عندي هذا كومبلكس very big. طبعاً هذا إذا افترضنا إنه مثلاً ممكن إحنا نستخدم الكاو مثلاً، أو الواحد مثلاً يأخذ الكاو اللي بتكون already ماخذ البنسلين مثلاً. فهذا forget it يعني، بس احنا اللي بهمنا انه البنسلين will make a complex with the fungal protein
فلما انا افصل البنسلين من الفنجاي ممكن اكون فاصل معها this complex which will act as antigenic. اوكي مفهوم شباب هاي النقطة؟ طيب النقطة الثانية اللي مهمة واحيانا كمان بتصير اثناء تصنيع البنسلين اللي هي الدايمرايزيشن. شو يعني الدايمرايزيشن؟ دايمر انه اثنين بنسلين يشبكوا مع بعض بالضبط. اذا تو بنسلينز forming a complex with each other. طبعا هاي الشغله ما بتتم الا اذا كان عندي نيوكليوفيليك جروب على الالفا كاربون. وين هاي شفناها؟ مين بتذكر؟ امبسلين بالضبط بالامينو بنسلين يعني امبسلين اموكسيسلين. بينما الكاربوكسي بنسلين they are not nucleophilic. يريد بنسلين they are not nucleophilic. فهي ممكن تصير بالامبسلين وبالاموكسيسلين انه one of the molecule will form a bond with the other one. شو تكون عندي؟ تكون عندي دايمر. استيل طبعا هذا الدايمر سمول، يعني اذا بقارنه مع الهابتن مين بتوقع الحجم؟ مين حجمه اكبر، الهابتن ولا الدايمر اوف بنسلين؟ الهابتن بالضبط. فاذا هاي النقطه يعني نادر ما يصير عندي اليرجي للدايمر اللي بتكون. اوكي بس وارد الحدوث. طلعوا النسبه تقريبا يعني 10 ل 25%. فهاي الفكرة انه ممكن يتكون عندي هذا الكومبلكس. طبعا هذا الكومبلكس اكبر من الامبسيلين itself but still it is a small structure. فمن النوادر يتكون عندي antigen antibody reaction داخل الجسم. اوكي مفهوم شباب؟ بس للاحتياط طبعا احنا لازم نسأل المريض هل مثلا عنده اليرجي للبنسلين او لا. عنده اليرجي للبنسلين يفضل او يعني لا ينصح باعطائه بنسلين في المقام الاول. وفي عندي كمان احتماليه الكروس سنسيتيفيتي او كروس اليرجينيسيتي بين مين ومين؟ البنسلين والسيفالوسبورين. بالضبط البنسلين والسيفالوسبورين. فا اتس ا جود براكتس to avoid administering also the cephalosporin for penicillin allergic patient. أجاك مريض عنده تحسس بنسلين يفضل ما تعطيه السيفالوسبورين، بدي أغير له كل مجموعة. وعادة بروح نلجأ إحنا للماكرولايدز مثلا. أوكي ماكرولايدز كينولونز أو في سؤال؟ بدي أسأل دكتور ليش انه المريض نفسه هو اللي بصير عنده الحساسيه؟ مع انه احنا عم نحكي بالتو ميكانيزم هون بيجي تو ستراكشر اوف بنسلين بيعمل ترابط. شو دخل دور المريض بالموضوع؟ ونفس الشيء بالناتشرال بنسلين والسنثيتك بنسلين. ما فهمتش بصراحه السؤال كيف يعني دكتور؟ نحن بنحكي المريض نفسه بصير في عنده حساسيه للبنسلين، هو معه حساسيه وهو معه تحسس بنسلين يعني. طب ما احنا السبب شو السبب احنا لما نيجي نحكي بحساسيه هي ما لها علاقه يعني انه والله جسم المريض والله انه عنده ريسبتورات معينه بتعمل والله انه حساسيه او بتطلع يعني مثلا هو الجسم بيكون في عنده انتي بودي لهي الانتيجن بالضبط هيك من بحكي عنه عنده حساسيه. طلع هسه بديش ارجع لانه ممكن بالمناعه وبالانتي بوديز يمكن لما تاخذوها مع الدكتور علاء انه هو اعرف مني بهاي الشغلات. بس عاده اول ما المريض يتعرض لاول مره يتعرض للبنسلين خلص هذا الجسم تبعه يتعرف على هذا البنسلين او هذا الكومبلكس او هذا الهابتين از انتيجينيك. ممكن جسمي انا ما يتعرف عليه از انتيجينيك. فهي predisposing factor depends on the immunity depends on the genetic factors اللي موجودة داخل جسم الشخص. أوكي
اوكي ممكن تمام. انا اتعرف عليها كانتيجينيك، ممكن جسمي جسمك ما يتعرف عليها كانتيجينيك انسوب. بس هي اوكي الفكره تمام. بالدايمر نادر انه يكون انتيجينيك لانه ستيل ات از سمول ستراكشر. هاي الشغله لا نادره الحدوث، بس اللي اكثر اللي هي لما يتكون عندي الهابتن او انا اخذ البنسلين نوت بيور. وطبعا هاي ممكن واحد يحكي طب كيف ممكن يكون نوت بيور؟ مثلا وارد، يعني بتعتمد على الرو ماتيريال اللي مصنع فيها المركب. يعني مثلا بنعرف انه في عندنا الرو ماتيريالز اللي بتصنع فيها البنسلين والاموكلان وهي الشغلات، احيانا ممكن تيجي من اوروبا، ممكن تيجي من الهند، ممكن تيجي من الصين. فهل نسبه الهابتن الموجوده هنا مثلا نسب معقوله ولا نسب عاليه؟ الديبنس. وكل ما كانت الرو ماتيريالز بيور اكثر نظيفه، كل ما كان فرصه حدوث الالرجي اقل. اوكي طيب، طبعا الدوزج فورم احنا حكينا عنها، يعني هذا السلايد حكينا عنه، يعني ذير از نو نيد تو انه نرجع نحكي عنه كمان مره. لما حكينا عن البنسلين بروكين، بروكين بنسلين، والبنزاثين بنسلين، وحكينا هاي المركبات ريليتيفلي لايبوفيليك سولت، فعاده ات ويل هاف لونجر ديوريشن اوف اكشن، وعاده تنعطى انتراماسكولار. متذكرين هذا الكلام؟ متذكرينه شباب؟ حكينا عن دكتور حكينا عن السولت اللي هم الصوديوم سولت او البوتاسيوم سولت، اللي هم عاده بنعطيهم ممكن نعطيهم اورال، ممكن نعطيهم انترافينوس ديبندينج اون ذير سوليوبيليتي، فما في داعي نرجع نشرح عليهم. خليني نيجي نحكي عن اخر نقطه لها علاقه في البنسلين، وطبعا راح نرجع نشرح احنا كمان مره الكلافينيليك اسيد لما نحكي عن الاذر بيتا لاكتام انتي بايوتكس. حكينا احنا انه البنسلين بتكسره في البيتا لاكتاميز، مظبوط؟ فاذا الحل اني اصنع مركبات بلكي ستراكشر تو اوفركم ذيس بروبلم. اوكي، بس احنا بنصطدم في مشكله انه انا اي ويل نوت بي ايبل تو انكريز ذا سايز بيوند ا سيرتن ليميت. ما بقدر اظني اكبر اكبر اكبر، لانه احتمال مركبي ما يدخل وين؟ الريسبتور راح يبطل يدخل بالضبط بالترانسبيبتايديز. So I will end up with inactive penicillin. فإذا في كثير من الحالات this is not an option. فإذا الحل المنطقي كان إنه to administer أو to co-administer with penicillin what is called beta lactamase inhibitor. Okay؟ هذا اللي من أشهرهم الكلافيولينيك أسيد. اوكي طبعا الكلافيولينيك اسيد هيو هذا الاستراكشر تبعه، تلاحظوا انه بيتا لاكتام، فهو كمان راح يعمل بوند مع مين؟ مع البيتا لاكتاميز. الفكره فيه طبعا هنحكيها ليتر انه بيعمل كوفالنت بوند مع البيتا لاكتاميز انزيم، فاذا البيتا لاكتاميز راح ينشغل بالكلافيولينيك اسيد، فالبنسلين شو راح يضلهم؟ راح يضلهم انت فريو او فري او نوت هايدرولايزد. فهي الفكره. طبعا راح نحكي عن الاس اي ار تبعت الكلافيولينيك اسيد، دونت وري اباوت ذس. طيب طبعا الكلافيولينيك اسيد شو بنسميه بعرف الميديسينال كيمستري؟ هاي مطالبين فيها سنتري دراج. شو يعني سنتري دراج؟ مطالبين بالديفينيشن تبعه. شو يعني سنتري بالانجليزي؟ مين بعرف سنتري؟ سنتري يعني بودي جارد. اذا what does this mean؟ I will administer an inhibitor for the deactivating enzyme along with my drug. كمان مرة سنتري drug means a drug that will be administered with my parent drug المركب الأصلي تبعي بين قوسين بنسلين to protect this penicillin from the deactivating enzyme. بحالتنا هاي مين الـ deactivating enzyme؟ البيتا لاكتاميز. بالضبط البيتا لاكتاميز. فإذا
انا بعطي بيتا لاكتاميز انهبيتر مع البنسلين، فالبيتا لاكتاميز راح يمنع سوري الكلابينيليك اسيد راح يمنع الديجريديشن اوف بنسلين. اوكي شباب، مفهومه هاي النقطه؟ طيب طبعا هنا البروبنسيد محطوط يعني اللي هي ال مش تو بروتكت بنسلين فروم البيتا لاكتاميز. هنا انا كاتب العنوان سينرجيزم اوف بنسلين وذ اذر دراجز. خليني اول شيء احكي عن الكلافينيليك اسيد كمان مره along with البنسلين، هذا بنسميه سينرجيزم، صح ولا غلط؟ طيب طبعا احنا نجي نحكي عن السينرجيزم ليتر، او اذا متذكرين حكينا يمكن عن السينرجيزم في الميديسينال 1 بس ام نوت شور. anyway دكتور حكينا عنه اي ثينك حكينا عنهم. طيب مش راح نرجع نشرح عنهم، بس انا بدي احكي لكم هسه او نسالكم سؤال. هسه اذا حكينا كلافيولينيك اسيد بدي اعطيه مع مين؟ مع البنسلين. بدي اعطيكم ثلاث خيارات، انت ميديسينال كيمست بمصنع حكيت لك الكلافيولينيك اسيد بدك تعطيه مع البنسلين، بدك تعمل لي دوزج فورم تعطي لي اياه مع البنسلين، واضح؟ الثلاث احتمالات اللي انا بدي احطك قدامهم بدك تختار لي واحد منهم، تحط البنسلين بحبه منفصله عن الكلافيولينيك اسيد، يعني البنسلين بحبه والكلافيولينيك اسيد بحبه، وتحكي للمريض لما تيجي بتاخذ حبه البنسلين مع حبه الكلافيولينيك اسيد، يعني ممكن انا اغير لونهم، البنسلين احطها بلون اصفر والكلافيولينيك اسيد احطها بلون احمر، احكي له بتاخذ حبه صفراء وحبه حمراء كل ما بدك تاخذ الجرعه. هي اول احتمال، ركزتوا معي؟ واضح شباب؟ انا معك دكتور. الاحتمال الاخر اني احط الكلافيولينيك اسيد والبنسلين بنفس الحبه، يعني اخلطهم مع بعض واكبسهم بنفس الحبه. الاحتمال الثالث اني اروح على المختبر اربط الكلافيولينيك اسيد بالبنسلين يصير بيناتهم كوفيلنت بوند واكبسهم بالحبه. اول خيار او اول احتمال شو، هل هو ايجابي ولا سلبي اني احط البنسلين في حبه والكلافيولينيك اسيد في حبه؟ يا رشا سلبي دكتور، سلبي دكتور، لانه ممكن البنسلين تسبق الكلافيولينيك اسيد فما بيزبط. انه يعني كيف تسبقها؟ يعني يصير لها امتصاص اصلا، يعني البنسلين توصل للتارجت قبل الكلافيولينيك اسيد، فالكلافيولينيك اسيد ما راح تقضي على البيتا لاكتاميز انزيم، يعني ما راح تربطه. بالضبط. اذا في عندي احتماليه هون اللي هي different pharmacokinetic properties، إن البنسلين could reach the beta lactamase before the clavulanic acid. إذا شو راح يصير في البنسلين؟ راح يتكسر، وبعدين إجا الكلافيولينيك أسيد لقى كل شيء خالص and that's it. فإذا هاي المشكلة اللي ممكن تواجهني. طيب طب شو مشكلة اني احط البنسلين او اربطهم مع بعض؟ في مشكلة اني اربط البنسلين مع الكلافيولينيك اسيد؟ اكيد دكتور في مشكلة. شو المشكلة ايمن؟ بتتغير الستركتشر، بتغير كله، مو احنا بدنا نيجي الستركتشر له حجم معين اجي اربطه مثلا مع ترانسبتاديز، اذا كلافيولينيك اسيد مش رح يرتبط مع الكلافيولينيك ترانسبتاديز، رح يرتبط بدنا اياه احنا يمنع يروح يرتبط لحاله مع البيتا لاكتاميز مشان يمنع ارتباط الانسولين. طيب خلينا نشوف علي، شو يا علي؟ دكتوره هي طريقه منيحه بس مع هيك مش كل البنسلين رح يصير له ابزوربشن. ليش؟ بيختلف، يعني انا بوجهه نظري احسن طريقه انه اعمل كوفالنت بوند بيناتهم، هيك بضمن انه كل انا قاعد بسال يا علي، انا قاعد بسال عن الكوفالنت بوند،
شو مشكلة إني أربط البنسلين بالكلافيلينيك أسيد بكوفيلنت بوند؟ إيمان حكت إنه هذا المركب راح يبطل أكتف. طيب. نعم فكرت طريقة ما عندي فكرة. طيب شو يا رشا؟ دكتور ما أعتقد إنه في مشكلة. دكتور ممكن البيتا لاكتاميز يخربط بدل ما يقتل الكلافيلينيك، بدل ما يجي يقضي على الكلافيلينيك أسيد يقضي على البنسلين. مهم جن ببعض مسكين ببعض. البيتا لاكتاميز. طيب يا هاجر في عندك إشي؟ لا دكتور ما أعتقد إنه في مشكلة. هلا هما مش راح يأثروا على الستركتشر تبعهم بعض، إحنا بس عملنا يعني كوفالنت بوند حتى يكون الأبزوربشن تبعهم مع بعض ويدخلوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض. ما أتوقع إنه يكون في مشكلة بيناتهم. لا هو النقطة اللي حكتها إيمان الحجم آية آية اللي راح يظل مع بعض، يعني راح يكون إذا ارتبط الكلافينيك أسيد مع البيتا لاكتاميز راح يضل البنسلين معه، ما راح يفوت جوا الخليه. انا شو استفدت؟ لا طيب انا بجاوبك. اول إشي انه يتغير شكل مركبي وارد، انه يبطل اكتف يعني 90% وارد جدا، خصوصا انه رزان بتحكي كوفالنت از سترونج اند ستيبل. طيب خصوصا انه ارتباط الكلافيلينيك اسيد عاده بيصير مع الكاربوكسيليك اسيد تبعت البنسلين. هون يعني هون راح نربط الكلافيلينيك اسيد، فديفينيتلي البنسلين this complex is no longer active but it could be considered what it could be considered as stable. لا as لا as a prodrug. متذكرين لما حكينا بالامبسلين برودرج انه ممكن انا احط مركبي هون مثلا، تخيلوا هنا الكلافيلينيك اسيد، فهل هذا المركب اكتف؟ لا but it is what it is a prodrug. فبالدم راح يكسر يعطيني بنسلين وكلافيلينيك أسيد، إذن شو المانع؟ صح؟ ربطتهم مع بعض، امتصاصهم راح يكون بنفس اللحظة لأنهم it is one unit, it is one complex in the blood circulation, it will be hydrolyzed to give penicillin and clavulanic acid. واضح النقطة؟ المشكلة وين تكمن بهذا الكومبلكس؟ احتمال بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز. هل هذا المركب راح يكون ذايب بالجي اي تي؟ مش راح يكون ذايب بالجي اي تي، احتمال يترسب، احتمال. واضح النقطه؟ عشان هيك الخيار الثالث هو اللي كان ممكن نعتبره يعني مور فيزبل، اني احط البنسلين مع الكلافيلينيك اسيد ان وان تابلت. اوكي طبعا هنا وين الفكره؟ هل ممكن يصير له امتصاص بنفس اللحظة أو كلافيلينيك أسيد يصير له امتصاص أسرع من البنسلين؟ ولا بعدنا بنحكي عن نفس المشكلة؟ لا دكتور أكيد في بيناتهم تفاوت. أكيد في بيناتهم تفاوت، بس الفكرة هنا أني أنا وحدت إيش؟ مين بتذكر؟ وحدت الديسنتيجريشن والريليس. لا الديسوليوشن لسه، يعني البنسلين لما يطلع ويطلع الكلافيلينيك اسيد ديفينيتلي واحد منهم راح يكون اسرع بالذائبيه. طبعا لحسن حظ هذا الكومبينيشن اللي كان اسرع بالذائبيه كان مين هو؟ كلافيلينيك اسيد. اذا مين كان امتصاصه اسرع؟ الكلافيلينيك اسيد. مفهوم شباب؟ اذا لازم الواحد يفكر بكل الاحتمالات اللي ممكن الواحد يواجهها لما أنا بدي أصمم مركب دوائي أو أصمم دوزج فور معين. وفعلاً اللي موجود بالصيدليات اللي هو الأموكلان، الأوغمنتين، هاي المركبات عبارة عن بنسلين كلافيلينيك أسيد مخلوطين بنفس الحبة ومكبوسين. أوكي شباب؟ راح نحكي مثال ليتر طبعاً، ما بعرف إذا يمكن موجود أو مش موجود، لبنسلين مربوط بكوفيلنت بوند مع بيتا لاكتاميز انهبيتر. يعني في عنا زي هيك إشي، يعني مش إنه هذا عبارة عن ضرب من الخيال، لا في إشي زي هيك، بنسلين بلس بيتا لاكتاميز انهبيتر
with a covalent bond. Okay. طيب. طبعا البروبنسيد هو عبارة عن another drug with synergistic effect مع البنسلين. طبعا هذا شو بيعمل؟ هذا it will block the transport of penicillin through kidney tubule. يعني راح يعيق ال excretion of penicillin. من هنا جاي synergistic effect تبعت البروبنسيد with البنسلين. إذن شو راح يصير في البنسلين level في البلد؟ راح يرتفع. راح يزيد. طبعا السينرجيزم فيها تقريبا اكثر من 12 ميكانيزم. احنا هسه حكينا عن تو ميكانيزمز اللي هي كو ادمنسترينج دي اكتيفيتنج سوري انهبيتر فور دي اكتيفيتنج انزايم اللي هو بين قوسين سنتري دراج اند synergistic at the level of excretion. بعطي two drugs. واحد بيصير له excretion أو بعيق عملية excretion للother drug. إذن the other drug will be accumulated in the body. فكأنك أنت you will potentiate the effect of the other drug. Okay. وفي عنا synergism at the level of absorption. في عنا synergism at the level of metabolism and so on. فمش موضوعنا طبعا. في حد عنده سؤال شباب على البنسلين او على الحكي اللي حكيناه؟ دكتور ايوه اسال دكتور البنسلين هو مو بصير له ميتابوليزم بالجسم بعد ما يعني بصير له ميتابوليزم لانه يصير له ميتابولايت يتحول لميتابولايت بصير بدي احكي انه البروبنسيد سواء انه راح يكون مش فعال لهذيك الدرجه مثل انه والله لما نستخدمه لدواء راح يصير له فولي ان اكستشينجد بالكدني مو انا راح يضل ان اكتف بالدم مع انه صار ميتابولايت مين هو اللي راح يضل ان اكتف البنسلين عملنا له ميتابوليزم حسب طبعا الميتابولايت اللي راح لا لا ما هو اذا صار له ميتابوليزم للبنسلين يعني راح زي ما تعلمنا في المدرسة الوان انه راح يصير more polar easily excreted بس على البروبنسيد بحنا شكله زي شكل البنسلين فهمتي كيف فهو بالنهاية راح يصير له excretion حتى لو اعطيت معه بروبنسيد اصلا مش منطق اعطي another drug البروبنسيد it is an active drug تطلعوا شو يستخدم في الجاوت في الهايبريوريسيميا يعني أنا عشان أزيد فاعلية البنسلين بعطي معه another drug. It's not an option يعني. فهمتوا كيف الفكرة؟ يعني هاي في حالات قليلة ممكن أعطي. وهاي بنسميها possible drug-drug interaction rather than drug synergism. يعني أنا ما باجي على مريض طبيعي بعطيه بنسلين مع بروبنسيد. بعرض المريض لدوايين عشان والله البنسلين يطول في الجسم. أوكي. دكتور بالمقابل لا انا بعطي الجرعه المناسبه تبعت البنسلين يلتزم فيها المريض and there is no need for probenecid to co-administer with البنسلين بس يعني زي ما بيحكوها انه يعني تقال هاي هذا المثال يقال او مثلا لما نحكي عن البنسلين سينرجيزم اوكي تمام دكتور هلا انت يمكن ذكرت هالنقطه بس انا ما كنتش مركزه هلا احنا في ادويه بتكون اموكسيسيلين لحالها بنسلين لحالها طبعا بدون كلوفينيك طبعا طيب هدول ايش يستخدموا بالضبط يعني احنا كان الكلوفينيك بيكون احسن بيساعده بالعمل تبعه بس اذا كان البنسلين لحاله شو يعني شو هيكون بفرق ركزي شوي هسه هل كل البكتيريال سترينز خصوصا جرام بوزيتيف ريزيستنت تو بنسلين لا بالضبط عشان هيك ما بصير اني انكر انه الاموكسيسيلين الون will be active in many cases of bacterial infections عشان هيك الاموكسيسيلين ظل موجود بالاسواق وكثير ناس بتاخذه وبتاخذ الاولد جينيريشن and still this antibacterial is effective بس اذا اعطيت الاموكسيسيلين وما استفاد عليه المريض شو بحكي انه هاي البكتيريا احتمال تكون resistant بضطر اني اجي على المرحله الثانيه اللي اعطي فيها
أموكسيسيلين بلس كلافيولينيك أسيد. أوكي تمام. بس هذا لا يعني إنه بصراحة الأموكسيسيلين بلس كلافيولينيك أسيد يعني أخذ حجم كبير من سوق الأموكسيسيلين ألون. لأنه لما تروحي على الدكتور بصرف ال this combination rather than administering الأموكسيسيلين ألون. طبعاً ليش؟ لأنه هذا الكومبلكس it's relatively safe. الكلافيولينيك أسيد رح نحكي عنه later إنه it's not toxic, it's not even antibacterial. فكأني أنا ما أعطيت إشي مع الدواء تبعي لا يأثر على المريض سلباً. يعني ما أنا عرضت مريضي لتو دراجز، لا أنا عرضت مريضي بس للبنسلين والكلافيولينيك it's not that toxic. فالدكاترة بيلجأوا دائماً ل الكومبينيشن اوف اموكسيسيلين بلس كلافيولينيك اسيد عشان على المضمون اذا كانت البكتيريا ريزيستنت كلافيولينيك اسيد موجود and it will inhibit this enzyme. مفهوم يا شباب؟ تمام. بس انتم بتلاحظوا انه كثير ناس راح تشوفوا انتم بالصيدليات راح تمر عليكم بتحكي لك والله اعطيني مثلا الكبسوله الحمراء والسوداء وبيستفيدوا اتس اموكسيسيلين او اتس امبيسيلين او الكبسولة الصفراء مثلا البينموكس الناس اللي بتداوم بالصيدليات بتعرف ف راح تصيروا خبره بالالوان يعني ليتر فوارد يعني وارد جدا وكثير ناس بتكون يعني 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 راح تستجيب على هاي ال very simple اللي هي the oldest penicillin. اوكي في احد عنده سؤال شباب على البنسلين او البنسلين؟ احنا طولنا عليهم شويه فإن شاء الله يعني السيفالسبوريوم مش راح نطول عليه لأنه تقريباً حتى الـ SAR تبعته مشبيهة بالـ SAR تبعت البنسلين. أوكي؟ طيب خلينا نأخذ بآخر تقريباً 10 دقائق اللي هم مقدم على السيفالسبوريوم. طبعاً السيفالسبوريوم راح نحكي عن نفس الفكرة اللي هي Discovery of Cephalosporin، بعدين راح نحكي عن Synthesis، بعدين راح نحكي عن Derivatives من السيفالسبورين. اوكي طبعا السيفالسبورين هم كمان نفس الفكره، اول مركب كان ناتشرال اللي هو السيفالسبورين سي. اوكي سيفالسبورين سي ناتشرال سيفالسبورين ايزوليتد فروم سيفالسبوريوم اكريمونيوم اللي هي الاكريمونيوم كرايزوجينوم الاسم الجديد تبع هاي الفنجاي. طبعا اتس انذر فنجاي. اوكي إذا بنركز على الستركتشر تبع السيفالوسبورين بنلاحظ وجه شبه كبير بينه وبين البنسلين زي ما انتم شايفين. اللاكتام رينج موجودة، الأسايل سايد تشين موجودة، لاكتام موجودة. اوكي بس بدل ما يكون عندي حلقة خماسية في عندي حلقة سداسية. نفس الفكرة، طلعوا السلفر موجودة والكاربوكسيليك أسيد موجودة. هذا بعطيك مؤشر إنه اللاكتامرينج is essential, the carboxylate is essential and the acyl group is essential as well. Okay؟ حكينا السلفر it's not essential but it is شو؟ common موجودة. ليش؟ لأنه الفنجاي بتصنع هاي المركبات starting from what؟ طلعوا هنا سيستين، والسيستين شو في جواته؟ سلفر. فبديهيا السلفر تدخل جوا الستركتشر. But this doesn't mean that the sulfur is essential. وحكينا الأسباب. فإذا هاي هي السيفالسبورين سي ستركتشر. طبعا لاكتام acyl group carboxylate and this ring is called the dihydrothiazine ring. اوكي هناك شو كان اسمها؟ مين بتذكر بالبنسلين؟ ثيازوليدين رينج. اذا هاي الرينج dihydrothiazine بالبنسلين اسمها ثيازوليدين رينج. اوكي طيب اذا الفنجاي بتصنع السيفالوسبورين سي again from فالين and cysteine. بس في عندي هنا two groups
او كاربوكسيليت جروب. ذا كاربوكسيليت اللي راح تربط مع الاسايل، وفي عندي انذر كاربوكسيليت راح تربط على كاربون نمبر 3. طبعا الترطيم نسينا نحكي نفس الفكره، من السلفر بدي اوصل للنيتروجين، نفس الفكره اللي حكينا هناك. طلعوا ترطيم هيك، ترقيم طبعا زاد كربونه لانه هنا صار عندي 6 كربون اتومز، فعشان هيك هذا الكربون اللي مربوطه بالاسايل صارت ايش رقمها؟ 7. والكربوكسيليت مربوط على اي كربون؟ 4. بينما بالبنسلين الكربوكسيليت وين كانت مربوطه؟ على 3. والأسايل جروب وين مربوطة كانت؟ على كاربون نمبر 6. أوكي؟ طبعاً هذا المركب اللي باللون الأسود هون شايفينه؟ شو بنسميه؟ 7 أمينو سيفالوسبورانيك أسيد. شو كنا نسميه بالبنسلين؟ 6 أمينو بنسلينيك أسيد. شو معنى الحكي هذا؟ معنى الحكي هذا انه كل السيفالوسبورينز بتشابهوا بهذا الجزء وبيختلفوا بطبيعه مين؟ الاسايل جروب. بس بدنا نزيد نقطه مهمه هنا، انه السيفالوسبورين كمان بيختلفوا بطبيعه الجروب اللي مربوطه على كاربون نمبر 3. اذا الاختلاف بين السيفالوسبورينز الجروب اتاش تو كاربون نمبر 3 and the group attached to the acyl side chain. مفهوم شباب؟ مفهوم هاي النقطة؟ واضحة؟ تمام دكتور. طبعا هذا هو الفرق بين البنسلين والسيفالوسبورين، حكينا عنهم. تلاحظوا انه البنسلين الاختلاف بيناتهم كان فقط على الاسايل سايد تشين، بينما السيفالوسبورين راح يصير في عندي اختلاف على كاربون نمبر 3 اند كاربون نمبر 7 اللي هي الاسايل جروب. اوكي، هاي الرينج ثيازولدين، هاي الرينج دايهايدروثيازين. كاربوكسيليت افيلبل، لاكتام افيلبل، اسايل جروب افيلبل، which means that these groups are essential for activity. طيب اول ما طلع السيفالوسبورين سي بدنا نركز على هاي النقطه. طبعا انا لما اكتشف مركب جديد المفروض المنطق بيحكي اقارنه مع مين؟ يا حسن، مع الموجود عندي بالسوق، مع الافيلبل دراج او الادويه اللي قبليه، عشان اشوف هذا المركب الجديد والله سوبيريور ان اكتيفيتي، ببلش استخدمه او ببلش اطوره عشان احصل على مركبات احسن. ديفينيتلي هاي المركبات راح تكون احسن من المركب تبعي الجديد ومن المركبات القديمة اللي افيلبل. هسا مين اللي كان سابق السيفالوسبورين سي؟ مين؟ بنسلين. طبعا السيفالوسبورين يمكن بالخمسينات تم اكتشافهم، بنسلين جي وبعض المركبات الأولية تبعت البنسلين. أهم ما بيميز السيفالوسبورين سي طبعا شغلة سيئة، يعني هو لما قارنوه بالبنسلين جي طلعوا قديش طلعت الاكتيفيتي، هو أقل اكتيفيتي بألف مرة من مين؟ من البنسلين جي. طب ممكن واحد يفكر، طب هذا المركب ألف مرة أقل من بنسلين جي، يعني ممكن واحد على طول يستعجل ويمسك هالمركب ويكبه. أنا بدي مركبات even better activity إلها، صح ولا غلط؟ شو أهم ما ميز السيفالوسبورين سي؟ طلعوا
إنه more active against gram negative. فإذا صح هو 1000 مرة أقل activity من البنسلين جي، بس الactivity تحسنت وين؟ على الجرام نيجاتيف. نقطة ثانية إيجابية في صالح هذا المركب، إنه شو كان؟ more acid stable and more beta lactamase stable. فهي نقطة ثانية إيجابية. النقطة الثالثة less likely to cause allergic reaction. طب مش هاي الثلاث نقاط بتحفزني أنا كميديسينال كيمست أو كدرج ديزاينر إني أمسك هذا المركب أحافظ على هاي النيوكلياس تبعته اللي هي هاي الجروب اللي بتختلف عن البنسلين اللي أعطتني ثلاث نقاط مهمة إيجابية، بس شو بدي أحاول أعمل في هاي الحالة؟ مين بيعرف؟ حسن الأكتيفيتي. بالضبط. إذن I have to modify my drug. I will not be able to use it as it is. والدليل إنه سيفالوسبورين سي ما نزل على الأسواق، ما وصل، ما في إشي اسمه سيفالوسبورين سي، بس مسكناه عملنا منه ديريفاتيفز. هاي المركبات كانت أورالي ستيبل، وبنفس الوقت شو زدنا؟ زدنا الاكتيفيتي. اوكي، هذا الاشي اللي بنحكي عن السيفالوسبورين سي. في احد عنده سؤال شباب؟ Do you have any question؟ خلينا نوقف لهون لانه ما ضلش وقت للمحاضره اللي بعديها. دكتور، ايوه، اللي بده يسالك مثلا يعني ساعات مكتبيه وهيك، يعني نبعث واتس ولا كيف؟ وقت ما بدكو، بدكو على الواتس، بدكو على الإيليرنينج، بدكو على الإيميل، ما في أي مشكلة. تمام. ما عندي أي مشكلة يعني شباب. دكتور أنا بعثت واتس استريت ترد. اليوم ولا متى؟ امبارح، امبارح بعثت. على الجروب؟ على الواتس. برايفت. على الواتس؟ برايفت. على ما أظن يعني بجاوب، أنا بجاوب لحظة، ولا ما جاوبتك؟ لا لا. ما جاوبني دكتور. بس بالذات اللي جاوبت أكثر من طالب وطالب اللي كانوا كاتبين. أنا هسه بتفرج على الريهم. إن شاء الله. شكرا دكتور. خلص اللي بيطلع يطلع شباب، مش راح أخذ غياب اليوم. يلا يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشوفكم يوم الثلاثاء. السلام عليكم.